بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأساتذة الأفاضل، رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، الأخوات التدريسيات المحترمات، الضيوف الأعزاء، أبنائي الطلبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البدء أهنئ الأساتذة الأفاضل بتخرج هذه الدفعات الطيبة من أبنائنا، ونسأل الله تعالى أن تكون جهودكم دائما مثمرة، وزرعكم دائما يافعا ويانعا، وهذه الشجرة المثمرة إن شاء الله تعالى تأتي كلها كل حين وتكون في خدمة البلد الحبيب. وأيضا تهنئة إلى العوائل الكريمة التي ما فتئت تبذل الجهد تلو الآخر من أجل أن ترى أبناءها في هذا اليوم، وتقر الأعين بهذا التخرج الكريم. وأخص بالتهنئة إلى من نحتفي بهم، وهم أبناؤنا الطلبة الأفاضل، مشروع العراق المستقبلي. أهنئكم وأدعو الله تعالى لكم أن يفتح كل طرق الخير والسعادة أمامكم، وأن تكونوا ذلك الأمل الذي يتحقق عندما يحتاجكم البلد، وإن شاء الله تعالى أنتم تكونون قرة عين البلاد وقرة أعين أهاليكم وكل من يفرح ويسر عندما يراكم وأنتم تغادرون مرحلة لتبدأون مرحلة أخرى. واقعا نحن أحببنا أن نكون بخدمتكم حتى نشارككم هذه الفرحة، وأيضا حتى تشاركونا في همنا وفي تفكيرنا. أما مشاركتنا لكم فواقعا نحن نترقب من حين دخولكم إلى الجامعات إلى أن تتخرجون، وفي كل سنة نرى هذه الطاقات الكريمة الكبيرة وهي تواصل الليل بالنهار وتستعذب طلب العلم. فعلى البعد نفرح لما تقومون به من إنجازات، خصوصا عندما ترد إلى مسامعنا أن بعض العناصر الطيبة من الطلبة يتوفقون للتوفيق ويأتوا بنتاجات طيبة. وسعينا في أكثر من مناسبة أن نكون نؤسس نحتفي ببعض المؤتمرات التي تهتم بنتاجاتكم المميزة. فنحن على البعد
عندما نسمع بأي طاقة من أبنائنا ندعو لكم بظهر الغيب أن الله تعالى يحفظكم ويسددكم لما فيه خير الدنيا وسعادة الآخرة. فنحن واقعاً مسرورون عندما نراكم، والاحتفال بعد الظهر كان في ساحة بين الحرمين، وعندما ترددون القسم وأنتم تقابلون ضريح سيدي ومولاي أبي الفضل العباس عليه السلام، وتؤكدون على النطق بتلك المعاني الخيرة التي نتمنى بصدق أن تتحقق ليس عندكم فقط وإنما كل طاقات البلد. فبلدنا من البلدان الضاربة في عمق التاريخ، ولها ما لها من نتاجات على عموم المستويات، فيحق لهذا البلد أن يفخر أحبتي أبنائي بكم، ويحق لنا أيضاً أن نفخر بكم. هذا ما كان من الشق الأول، وهو أن نشارككم فرحتكم أنتم وأساتذتكم وعوائلكم. وأما ما كان من الأمر الثاني، وهو أن أنتم تشاركوننا في همنا وفي تفكيرنا. وواقعاً أنا دائماً أسعد عندما أتكلم مع طبقة واعية وطبقة تحمل الهم وتفهم الهم. ومقصودي من أنكم تشاركوننا في همنا وتفكيرنا هو الخوف على أبنائنا من بعض الأشياء. وأتكلم معكم بكل واقعية وبكل وضوح. الحياة بدأت تتعقد، وهذه الحياة فيها تجاذبات كثيرة، بعضها يذهب يميناً وبعضها يذهب شمالاً، وبعضها عفوية وبعضها من ورائها أيادي. وهذا الخوف لما سيحدث، طبعاً نحن نحزن، والحزن على ما مضى، ونخاف على ما يأتي. نحن عندما نسمع بإخفاقات أو لا قدر الله انحرافات أو فساد، لا شك أننا نحزن، لأن هذا يقضم من الطاقات البشرية في هذا البلد. وإن كنا لا نعرف من فعل هذا، لكن لا شك سيؤثر على بلدنا، وصبغة هذا البلد لا بد أن تبقى دائماً صبغة ناصعة بيضاء. فعندما نرى أن بعضهم قد وقع في فخ الرشوة مثلاً، أو بعضهم فلسف لنفسه فلسفة تبيح له أن يأخذ من المال العام، أو بعضهم بر لنفسه بعض الأهواء وجعلته يغتر بفتوته وبمراهقته وبشبابه، وأن يفعل الآن فعلا سيندم عليه بعد 30 سنة إن أبقاه الله تعالى. لا شك هذه الأشياء تجعلنا نخاف على أبنائنا. ومقتضى كون الأب الشفيق عندما يخاف على أبنائه لا بد أن يحذرهم، لا بد أن يوجههم، لا بد أن ينبههم. وهذا الدور المرجو من الأساتذة الأفاضل، بالإضافة إلى عنوان الأستاذية، لا بد أن يردف معه عنوان آخر، أو يردف معه عنوان آخر، وهو عنوان الأبوة. والأب نوعان، أب أولدك
وأب علمك. وأعتقد أن الفرصة طيبة أمام الأساتذة لنصيحة أبنائهم الطلبة، والطالب قد يسمع من أستاذه ويتأثر به أكثر مما يتأثر من أبيه في بعض الحالات. عندما أقول تشاركونا في همومنا وفي فكرنا وفي تفكيرنا، نحن في أغلب الأخوة الذين أمامي وأنا أعتز بهم لا نعرفهم شخصاً، وأيضاً الأخوة في العتبة أغلب الأخوة لا يعرفونهم بأشخاصهم، لكننا نسعى جاهدين واستعدادات أشهر لهذه المناسبة. ونحن ماذا نريد؟ نريد هذه الطاقات التي ستبدأ العمل أن تكون واعية وأن تكون تحمل هويتها، وأن يكون همها وأن يكون همها هو خدمة هذا البلد بكل ما أوتيتم من طاقة. اليوم الشباب يمثلون عمود أي بلد من البلدان، والمراهنات دائما تكون على الشباب. الشباب اليوم يمكن أن يغيروا كثيرا من الأمور، يمكن أن يمنعوا كثيرا من الأمور. الشباب الواعي هو الذي يفهم الأمور. في عنفوان الشباب وأيضاً عنفوان الذهن، ساحة العطاء تارة تأخذ وتتعلم ثم تنتقل إلى حالة العطاء، حالة التلقي شيء وحالة العطاء شيء. أمامكم الحياة ستكون واسعة وكبيرة، ما هو الضمان أن لا تقع في بعض الفخاخ؟ فكرية، مفهومية، مالية، إدارة، ما هو الضمان؟ الضمان وعيك وقدرتك على التمييز. لا تسمع نصيحة من فاشل، لا تأخذ أي فكرة بلا أن تفكر فيها، بلا أن تستنصح أي تطلب النصيحة. تمام، أنت في عنفوانك، لكن كثير منهم قد تغيب عنك. استنصح الآخرين ممن تثق بهم. أنت في بيئة ما شاء الله، بيئة العراق بيئة علمية، بيئة وطنية، بيئة اجتماعية. استنصح الآخرين حتى مع الأساتذة، وإن فارقت الجامعة ببدنك، لكن فكر أن عندك أستاذ قد نصحك في يوم من الأيام، لا تقطع علاقتك به. كلما ضاقت بك السبل وادلهمت الخطوب ولم تميز هذه الفكرة عن أختها، وقد تكون بعض الأفكار تنسف كل ما بنيته، تذكر أن بعض الأساتذة كان لك نعم العون في مسيرتك الجامعية، ارجع له. عندك آباء، عندك أخوة، حاول أن تستلهم منهم ما يعينك. اليوم البلاد، ليس في البلاد فقط، يعني ليس في العراق، عموم البلد، وأنتم تشاهدون هذه الثقافات المتنوعة والهجمات الفكرية والاستهدافات. الضمان هو أن تكون واعياً، أن تكون دقيقاً، أن تكون يقظاً. وسرعان، صدقوني أبنائي، سرعان ما تمضي الأيام والليالي وترون أنفسكم في أعمار جدا متقدمة. واليوم هو يوم البناء الرصين. طبعا أنا وأنا أخاطبكم الآن واقعا أتذكر أخوة كانوا لكم وعلى مقاعد الدرس، لكن عندما استشعروا ذلك الخطر المظلم الذي مر بالبلاد، نسوا كل شيء، نسوا مستقبلهم الشخصي، وحاولوا أن يحافظوا على مستقبل العراق النوعي والمصلحة العامة، واندفعوا بكل طاقاتهم، وكانوا في
صف الأول في السواتر أيام تلك الأيام المشؤومة التي جثمت على صدر العراق لأكثر من 3 سنوات. هبوا بلا تروي، وعبارة عن فتوى لو تحسب عبارة عن 2 أو 3. وصدقا أقول لكم، لولا الفتوى ولولا استجابتكم لكان العراق وغير العراق في خبر كان. أحسنتم. أقول هذا الوعي الذي كان في هذه الطبقة من الشباب وجعلهم يتسابقون، هذا الوعي هو الذي منع تدهور البلد ورجعت خريطة العراق ناصعة بيضاء. شبيه هذا الوعي في المسائل الفكرية، الثقافات الفكرية، تهديم قيم وتهديم حضارة وتهديم مفاهيم. من الذي يمنعها؟ تلك الإرادة الواعية الصلبة في قلوبكم، وأنتم اليوم تمثلون هذه الطليعة المتقدمة في البلاد. ولعل إخواني هذه الأيام لا شك ستكون عالقة في أذهانكم، لا شك ستكون عالقة في أذهانكم. وأنتم تنتقلون في كل منا، هناك محطات في حياته، مواقف في حياته، في أسرته هناك مواقف لا ينساها، في حياته العملية مواقف لا ينساها. أنتم اليوم في موقف لا تنسوه، ونحن أيضا هذا اليوم بالنسبة لنا موقف لا ننساه، عندما نقف أمام الأساتذة الأفاضل والأبناء البررة وكي نحملهم هذه المسؤولية، وهم جديرون بها، أن هذه مسؤولية المحافظة على القيم والمحافظة على المبادئ والمحافظة على ثقافتنا، هذه الثقافة الأصيلة التي نعتز بها. وأنتم بذلتم جهداً سواء في دراستكم أيام الإعدادية وأيام الجامعة، وهذا الجهد قطعاً لا يذهب هدراً من وقتكم ومن صحتكم، كله من أجل أن تبدأوا حياة. سيروا، والله سبحانه وتعالى نعم العون سيكون لكم. وكنا حريصين ولازلنا على أن ندعو جميع أبنائنا في الجامعات العراقية، جميعهم بلا استثناء، من كان له ظرف خاص يكون معذورا، والذي لا يكون له ظرف نحب أن يشاركنا هنا في همنا، وأيضا نشاركهم في هذه الفرحة وهذه المسرات التي نسأل الله تعالى دائما أن يديم هذا المسرات هذا البلد من خلال جهودكم ومن خلال إبداعاتكم ومن خلال ما تقدم له إن شاء الله تعالى سراعا لهذا البلد. أنا أكرر شكري وتقديري لتجشمكم جميعاً عن السفر، خصوصاً من المحافظات البعيدة، لكن أعتقد أن هذا التعب يضمحل أمام هذه الباقة الطيبة والطريقة في الاحتفال. نعتقد أن هذه الطريقة قد أوجدت سروراً عليكم وأيضاً اهتماماً بكم، وأيضا نحن سررنا عندما نراكم وأنتم تؤدون القسم عهدا بينكم وبين أنفسكم في أن تخدموا هذا البلد. تلك الكف التي أقسمت، لا شك هذه الكف لا تمد يدها إلى مال حرام، لا تمد يدها إلى أعراض الناس، لا تمد يدها إلى ما لا يرضي الضمير وما لا يرضي الله تبارك وتعالى. هذه الكف حافظوا على نصاعتها، حافظوا على بياضها، فإنها أقسمت قسماً وأنتم بروا بهذا القسم، والأمر سهل،
ما شاء الله، الله تعالى جعل طرق الحلال أكثر من طرق الحرام، وأنتم جديرون لا يناسبكم إلا هذه القيم الطيبة والقيم الحلال وقيم المبادئ وخدمة هذا البلد الذي دائما هو عينه ترن على أبنائه، وأنتم نعم الأبناء لهذا البلد، أبناء بررة. نسأل الله تعالى أن يحفظكم، يحفظ أهليكم متعلقيكم، والشكر موصول إلى الأساتذة الأفاضل، إلى الآباء، أكرر هذه العبارة، إلى الآباء أي الأساتذة الأعزة، وإلى آبائكم الصلبيين. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم دوام التوفيق والتسديد، وأن يرينا الله تعالى في بلدنا خيرا من خلالكم ومن خلال الأخوة الأساتذة الأفاضل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.